دائما انا يعني طموحي عالي الحمد لله، ودائما في حاجه ابغى اوصل لها. انا نداء علي، شيف ورائدة اعمال ومالكة مطعم فطور نداء في ينبع. انا طبعا كانت ميولي اكثر حاجه في الوصفات وابتكارها فطور، لي لمسات خاصه في الفطور يعني، فكانت هذه بدايتي. دخلت كل المطابخ كلها، تعلمت الايطالي والمكسيكي والاوروبي كل حاجه وانا في بيتي، يعني زي ما تقولي كده زي اخذت تذكره سفر حول العالم من مطبخي. يعني احب ازرع، كان عندي حوش في البيت ما في له ولا حاجه، فزرعته دحين كامل كلها اشياء استفيد منها، يعني خضروات الورقيات اللي تفيدني في الطبخ. انا مره احب اطبخ سي فود بحكم اني في ينبع والمأكولات البحريه عندنا متوفره، بحكم انه يعني فريش ناخذ الحاجه من سوق السمك على طول. اتبعوا شغفهم، دائما الواحد يتبع شغفه. انا اتبعت شغفي لحد ما وصلت اللي انا فيه. في المستقبل ان شاء الله حلمي انه انشر ثقافه الفطور البرانش في المدن السياحيه في المملكه، كده كل مدينه على البحر زي ينبع حابه يكون فيها فطور نداء. انا نداء علي وانا احب الطبخ.